السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. فيديو النهاردة فيديو سهل وخفيف وبسيط جدا. كتير مننا بنحب ناكل أكل الشارع، فالنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فهيتة الفراخ في البيت بكل تفاصيلها. حلو قوي، فيديو سهل مش هياخد منكم أي وقت ولا أي مجهود. يعني لو حابين تعملوا غدا سهل وسريع أو عشاء بسيط تقدروا تعملوه وانتم مغمضين. يلا بينا على الفيديو. مكونات النهاردة سهلة جدا جدا، حتى التتبيلة بجد خطيرة ورائعة جدا. أول حاجة جبت 1/2 كيلو من صدور الفراخ، غسلتها كويس جدا طبعا نظفتها. هضيف عليها بقى دلوقتي 1/2 كوباية من الزيت، 1/2 كوباية من الحليب الرايب، نقدر نستخدم حليب عادي وكمان نقدر نستخدم الزبادي طبعا. هضيف عليهم 1/2 معلقة من الفلفل الأسود، 1/2 معلقة كبيرة من الملح، هضيف عليهم رشة من البهارات بتاعة الفراخ، هضيف عليهم كمان رشة بهارات من بهارات المشاوي، دي بتدي نكهة حلوة قوي قوي للوصفة ودي سريعة كده. وبصراحة يعني لو التتبيلة ما قعدتش كتير فالتتبيل البهار ده هيخليها حلوة جدا. اديتها رشة صغيرة كده من الشطة علشان اللي ما بيحبش الشطة. كمان هضيف عليها عصير 1/2 ليمونة ومعلقة كبيرة من الخل، والسر بقى في المعلقة بتاعة العسل دي، تدي نكهة وطعم حلو قوي بجد، نكهة رهيبة جدا. هقلب بقى مكونات التتبيلة دي كلها مع بعضها وهنسيبها في التتبيلة دي لمدة ساعة ساعتين ليلة كاملة. كل ما هتفضل اكتر كل ما هتبقى احلى. هنسخن بقى الطاسة بتاعتنا زي ما انتوا عايزين كده، لازم الطاسة بتاعتنا تكون سخنة قوي علشان الفراخ ما تنزلش المية بتاعتها. هشوح الفراخ كويس قوي قبل ما هضيف عليها اي حاجة، وبعدها هضيف عليها 2 فص كبار من التوم. اول ما هنبدأ تاخد التشويحة بتاعتها كده مع 2 فص التوم هنضيف بقى باقي المكونات بتاعتنا. ايه هي المكونات بتاعتنا الباقية؟ هنضيف 2 بصلتين كبار متقطعين شرايح او متقطعين التقطيع اللي انتوا بتحبوها، بس الشرايح طبعا هي الطريقة المعتادة للفاهيتة. هنضيف عليها فلفل، تقدروا تضيفوا عليها فلفل الوان، كل فلفل رومي بكل انواعه، تقدروا تضيفوا فلفل اخضر بس زي ما انا ضفت. انا بحب اضافة عليها حلوة قوي هي الجزر. الجزر بيدي طعم مسكر شوية للفراخ وتكون طعمها بجد خيالي. هنسيبها على النار بقى تشوح مع بعضها كده، وهنغطيها ونسيبها تستوي على نار هادية براحتها. بعد ما تستوي بقى هنعمل منها سندوتشات. استخدمت العيش الابيض ده، ضفت فيه معلقة كبيرة من المايونيز زي ما احنا شايفين كده. طبعا لو عندكم عيش تورتيلا بتبقى بجد خطيرة، ولو ما عندكوش فالعيش ده بينفع جدا وبيكون حلو قوي قوي بجد. ده شكلها بقى بعد ما استوت. حطيت كده معلقة كبيرة منها في الساندويتش، وفي نفس الطاسة اللي انا عملت فيها الفاهيتة حطيت العيش بتاعي فيها، وبدأت ان انا اضغط عليه كده علشان ياخد نفس العلامات بتاعة الجريل اللي انا حاطه فيها دي. وتعالوا بينا نشوف شكلها بقى في التقديم عامل ازاي. بجد خطيرة جدا، طعمها كان رهيب حلو قوي. السندوتشات كانت حلوة بجد احسن من ما بنشتريها، والعيش ده كان طعمه حلو جدا، ما كنتش اتوقع ان هو يبقى بالجمال ده. ولو عندكم عيش تورتيلا هيكون اخطر واخطر. فيديو النهارده كده خلص، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير واشتركوا في القناة.